هو هذا قطعته على شكل اصابع كيف ما كتشوفوا طويل، ما خليتوش يعني بيستيك، انا قطعته هكا كيعجبني على شكل اصابع هكا كيجي زوين بنين ملي كيطيب. المهم شديناه ملي جبت جبناه من عند الكسر، انا رقدته في الخل وخليته شي 5 دقائق باش يحيدوا منه اي حاجه كانت فيه كتحيد، ومن بعد غسلته مزيان بالماء كيف ما كتشوفوا وخليته يتسقطر في هاد هنا. المهم دابا غادي نجيبوا بيضه نديروها هنايا في هاد الكاسه، هو غادي نضربوها مزيان وهو ديال الدجاج كيجي بيه بنين بزاف، وهو فيه الصراحه الملح وفيه ازير وفيه شي حاجه اخرى اللي ما عرفتهاش انايا. المهم كيتباع عندنا واجد، هو اللي ما عندوش هذا واجد يدير غير ازير شويه ديال ازير كارم تيكون اما كيتباع هكاك يا اما كيصيبوا الراس. المهم كيكون يابس وكتزيدي شويه الملح وشويه البزار. المهم انا في هذه الحاله كندير غير هذا الشيء. دابا حيت عندي هذا راه واجد هاتوما كيف ما كتشوفوا راه غير ازير بحال مطحون شويه ما مخليهوش كبير وفيه حتى الملحه تنظن صافي راه هادشي اللي فيه، حيت ازير راه تيتواتى بزاف مع الدجاج. المهم انا غادي ندير غنزيد شويه كيجي بنين ما كيدير والو صافي نخلط مزيان. هذا واجد انا كنشري هكا واجد اللي ما عدوش قلنا يدير ازير ويدير الملح ويدير شويه ديال البزار، واحد القبصه ديال البزار صافي. وكنزيدو الدجاج بهذه الطريقه كنزيدو الكميه اللي عندنا. المهم كنخلطو هذا الشكل كنحطو كلشي وكنخليوه مرقد لينا واحد 10 دقائق حتى 15 ماشي مشكل، قد ما رقدناه وخليناه راه كيشرب لينا ديك الملحه وداك اللوغو ديال ازير والبزار. المهم كيجي بنين بهذه الطريقه. صافي كنخليها غير بهذا الشكل خلطته مزيان وغادي نخليه مرقد هكا حتى الوقيته اللي غادي نبغي نقليه، وديك الساعه غادي نوجدو. المهم غنخليوه هكا على جنب حتى نبغي نقليه. المهم من بعد ما خليته انايا شي 10 دقائق هكا صافي دابا غادي نقليه باش نقدمو كما كتشوفوا. المهم دابا غادي نديرو في بان غراتاتو او الخبز المحكوك، المهم كل واحد وكيفاش كيقول لي، او الخبز المحمص المطحون. المهم انا كنشري واجد بهذا الشكل. المهم كنفندهم تنفند هكا بالوحده وكنحطهم على جنب حتى نسالي ونقليهم لهذا الشكل. المهم بهذه الطريقه راه كيجي تيجيو مقليين تيجيو لذادين بزاف. ومن ديك الساعه كتقدمي معاهم شي تكتوكه اللي كتكوني مجداها ولا شوفي نتيا ولا مقليات بغيتي تقلي الفلفله تقلي الدنجال اولا الكرعه تيجيو حتى هما معاهم شلاضه. ومن ديك الساعه الاختيار تيكون ديالك بهذا الشكل. المهم
المهم جربوهم بهالطريقه ديال الازير، راه كيجيو غزالين وبنين ما تشبعيش منهم. صافي انا غادي نبقى على هاد الطريقه حتى نساليهم كاملين، وديك الساعه غادي نقليهم. المهم البنات صدر الدجاج ديالنا هو هذا اللي قطعناه وقليناه، المهم على هاد الشكل. المهم راه تقدروا تخليوه بالستيك هكاك كبير، انا كيعجبني هكا على شكل اصابع كيجي زوين. المهم تقدموه بهاد الطريقه مع كيتشوب ولا المايونيز، المهم اللي عجبكم. كيجيو مقرمشين ولذاذين، جربوهم مع هاد ازير او لا يزير ولا واحد شنو كيقول ليه، راهم كيجيو خطيرين زوين وبنين. ممكن ما كتشوفوا مقرمشين ديما على هذا الشكل. ممكن يجيو غزالين بزاف، ونتمنى الوصفه ديال هذا النهار تعجبكم، خفيفه ظريفه وبالزربه، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. ممكن نقدموها مع شلاضه، كيجي واحد الغداء خفيف ولذيذ في نفس الوقت. ملي ما كيكونش عندك الوقت بزاف يعني ترقلي وتخرجي تمشي تقدي وتقضي الحاجات ديالك وترجعي تقليهم بالزربه وديريهم معاهم شلاضه ديالكم، راه تيجي غدا زوين وكيعجب حتى الدراري بزاف، وعلاش لا تعجبنا حتى حنايا. المهم انا تعجبني هكا غدا يكون خفيف احسن من غدا ثقيل انا شخصيا. مهم دابا مقالية الا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. سلامة.